بحث الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين مع الدكتورة فيكتوريا لينزي مدير المركز الثقافي البريطاني في العراق آفاق التعاون المستقبلي في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية وإمكانية الاتفاق على برنامج توأمة بين جامعة تكريت والمؤسسات الثقافية البريطانية بما ينعكس إيجابيا على النهضة العلمية في صلاح الدين. وأكد الدكتور المهندس عمار جبر خليل استعداد الحكومة المحلية في المحافظة لتقديم الدعم والمساندة لبرنامج تحاور الذي يتبناه المركز المتخصص لتحسين الواقع العلمي بكل الاختصاصات في المحافظة، عدا ذلك نقطة تحول مهمة في تطوير القدرات بالاستفادة من الخبرات البريطانية المتراكمة.